معانا الكابتن فتحي مبروك. اهلا وسهلا يا كابتن. ازيك حبيبي، ربنا يخليكم. ازيك يا ابو الكباتن؟ يا كابتن الاهلاويه كلهم بيعزوك يا كابتن، يعني بيطلع عليك رجل المهام الصعبه، يعني عمرك ما اتاخرت عن النادي الاهلي في اي وقت يا كابتن. والله بشكرك كابتن رمزي على المقدمه الجميله اللي انا سمعتها دي، وحاجه يعني مش جديده عليا، وحاجه لاني اتربيت في النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي وابني من ابناء النادي الاهلي يعني. ايوه يا كابتن، لا حضرتك من مدرب من افضل المدربين الموجودين في مصر. ربنا يخليك يا رب. وعايزين نسالك يا كابتن، ايه رايك في قائمه المنتخب الاولمبي في الاختيارات كابتن شوقي؟ والله بص، هو كابتن شوقي طبعا وجهازه الفني، يمكن الكابتن معتمد ووائل رياض ومحمد شوقي، كل دول طبعا خبرات كويسه في، وكانوا بيتابعوا الماتشات وعندهم درايه بكل اللعيبه، فاذا كان هناك اختيار لعدد يمكن من حراس المرمى أربعة، وفي في الدفاع 9 لعيبة، وفي الوسط 12 لعيبة، وفي الهجوم 5 لعيبة، فكل هذه الأمور يمكن بعد دراسة وبعد طبعا بيتابعوا اللعيبة دي كلها، ولكن الاختيارات أنا شايف اختيارات منطقية جدا، اختيارات منطقية، ولكن تدعيم زي ما يعني كل الناس كلها كانت متفقة إن ممكن يبقى 3 فوق السن، لأن لوائح طبعا البطولة بتقول إن لوائح 3 فوق السن، فممكن الكابتن شوقي غريبة والجهاز الفني يستعينوا ب3 فعلا، يدوا باور ويدوا سمعه كويسه للكره المصريه في طوكيو ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. طب ورايك يا كابتن، مين الثلاث لعيبه اللي فوق السن؟ يعني طبعا محمد صلاح، ومين الاثنين اللي معاه يا كابتن؟ انا شايف طبعا يمكن انا كنت بنادي من زمان محمد صلاح نمبر 1، يمكن طبعا ليه؟ خلينا برضه بنتكلم بواقعيه، محمد صلاح النهارده اصبح نجم على المستوى العالمي، يعني المستوى العالمي هيدي معنويات جامده جدا لفريق مصر في طوكيو، وهيدي ايضا يمكن الفرق اللي هتلاعبك سواء اسبانيا او الارجنتين او استراليا هيبقوا عاملين حسابات قويه جدا لمنتخب مصر، فمحمد صلاح هيدي تدعيم قوي جدا جدا لمنتخب مصر في هذه البطوله. انا شايف طبعا احتمال برضه، يمكن انا شايف يعني وجهه نظري ان لازم يبقى في حراسه المرمى. ايوه حراسه المرمى واحد خبره، واحد برضه لعب، واحد النهارده في قياده لخط الدار القياده بنص الملعب، يبقى عنده النهارده هدوء نفسي وعنده ثقه في نفسه، فانا شايف ان يمكن افضل يمكن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر. ايوه مظبوط يا كابتن. طب وكابتن سؤال بقى خاص يا كابتن، هو عاده كل المديرين الفنيين بيبقى ليهم روتين خاص ايام المباريات. عايزين نعرف يا كابتن ايه روتينك الخاص ايام الماتشات وايام المباريات، في الروتين الخاص بيك انت بقى يا كابتن؟ لا انت عارف انا دايما كان يعني الروتين بتاعي اول شغل بتاعي كان دايما بيبقى فيه وحده تدريبيه، الوحده التدريبيه بيبقى قبل الماتش بيوم بيومين، ببقى خلاص يعني عندي ملامح تشكيل وعندي ملامح النهارده الحته المعنويه والذهنيه للعيبه، ان انا بهيئ اللعيب فنيا وذهنيا على اساس يبقى في ارتياح، يبقى النهارده هو حاسس انه داخل مباراه وفيه اهتمام، هو شاغل نفسه بهذه المباراه، عارف انه هيلعب، مش عارف انه احتياطي، مش عارف انه بره، عشان ما يبقاش فيه تشتيت ذهني، كل هذه الامور. ولكن زي ما قلت لحضرتك انا دائما من انصار ان انا بحب اثبت التشكيل، احب اثبت التشكيل واحب ادي رؤيه ان قبل المباراه اللعيب بيبقى حاسس ان هو ان شاء الله اساسي او احتياطي. ايوه. طب وكابتن بالنسبه للروتين الروتين حضرتك الخاص بقى كابتن، الاكل يعني الروتين الخاص بيك انت يا كابتن؟ لا هو بالنسبه للفرقه ولا بالنسبه لي؟ يعني بالنسبه لك يا كابتن المدير، من عارفين كل مدير فني بيبقى ليه روتين خاص في ليه هو بقى، كان اكله مثلا الحاجات دي يوم المباراه، بيبقى عايزين نعرف يا كابتن عنك انت يا كابتن. لا انا يوم المباراه بصراحه يعني انا دايما من عشاق دائما وجبه السمك. ايوه احب السمك، احب يعني خليني برضو ايه بتكلم بصراحه، يعني احب السمك، احب الاكل الخفيف، ما احبش دايما قبل المباراه ان انا اكل كتير جدا، لان برضه انت عارف قبل المباراه اللعيبه بتاكل وجبه. ايوه الدكتور اللي بيحددها، والدكتور بيحدد فيها نشويات، بيحدد فيها كالسيوم، بيحدد فيها حاجات كتير جدا. انا برضه ببقى وجبه خفيفه يعني عشان برضه ايه الواحد يبقى داخل المباراه يبقى برضه يعني ذهنيا كده ما يبقاش في خمول يعني. ايوه يا كابتن، ده نظام روتين يا كابتن قريب من النظام بتاع جوارديولا، بيبقى برضه بحيث ان هو بيحافظ على مستوى الانسولين في الجسم. طبعا لازم يعني لازم المدير الفني برضه يبقى على فكره، وخصوصا اذا كانت الوجبه جماعيه من اللعيبه لازم يحسس من اللعيبه ان هو برضه بياكل الوجبه زيه زي اللعيبه.
ايوه يا كابتن. طب وكابتن سؤال اخير يا كابتن، بطولة اليورو هتبدأ ان شاء الله الاسبوع الجاي، متوقع يا كابتن مين يعني مين اللي هيفوز، مين من المنتخبات بقى اللي هيفوز باليورو او هيبقى ليه يعني هيعمل شغل جامد في اليورو؟ والله بص، هي ملهاش مقاييس، بيني وبينك اليورو ملهاش مقاييس، لان دائما احنا يمكن في منتخبات بتبقى قوية جدا، ولكن في الماتشات بقى الرسمية وفي المباريات الافتتاحية ممكن يحصل دروب، ممكن تتهزم، ممكن تتعادل، كل هذه الامور ما تبقاش مقاييس، يعني المقاييس بتبقى صعبه جدا ان انت تترشح، ولكن بيبقى في فرق دايما اللي عندها التكتيك واسلوب اللعب، والمدير الفني ليه دور كبير جدا جدا في قياده فرقته، يعني بيدرس الفرق اللي هيلعبها، بيدرس الفرق كويس جدا عشان يقدر يشتغل باسلوب تكتيك واسلوب يناسب فعلا هذه المباراه يعني. فلسه طبعا الامور ما تقدرش تقول مين ياخد هذه المباراه يعني. ايوه احنا بنشكرك يا كابتن، وشرف لينا ان حضرتك معانا، وكابتن فتحي مبروك، واحد من افضل المدربين الموجودين في مصر، وعمره ما تاخر عن النادي الاهلي، وراجل المهام الصعبه في كل الاوقات زي ما بنقول كده.